مواطن جزائري ما يديرش البوليتيك وماهوش داعي باش يحوس على المشاكل، انما يحكي قصه صرات له باش الناس تعرف واشني قيمه الجواز الجزائري. ماشي في الماريكان، نعرفوا الماريكان واوروبا وما دروش في افريقيا بط افريقيا اللي زعما قال لك كل شيء اللي عندنا احسن من افريقيا، احسن شيء في افريقيا دي مالي. يا احكي البيبي ذا سي كذابون، هاو خلوه السيد يحكي لنا كيفاش صرات له. يقولوا احنا الجزائر قوة إقليمية وعندنا تأثير في إفريقيا وعندنا يعني حتى الهضرة اللي نسمعوها يعني على مسح الديون باش تكون عندنا قوة في إفريقيا. الصراحة بالتجربة نتاعي في تنزانيا وفي كينيا الحقيقة ما زلنا بعاد على تأثير في إفريقيا. وعلاش؟ في تنزانيا كي دخلنا المطار راني داير فيديو ديجا ندير إشارة له، هذيك الفيديو حكيت عليه كيفاش كي دخلنا المطار تاع تنزانيا كيفاش عملونا. ودوكا كي دخلنا ثاني لكينيا دخلنا باروت، صراحة ثاني كانت معاملة ماشي على أساس حنا كأشخاص ولا خطأ ولا معاملة، على أساس باسبور خاوتنا، غير يشوفوا الباسبور الجزائري يقول لك أجبد كوتي، الناس قاع تفوت قاع الجنسيات، دي شينوا دي زوروبيا دي زاميريكا، مام ناس من كولومبيا يعني تلاقيناهم كلش توفى بها قاع فاتوا، غير حنايا أجبد كوتي يولي يعني يكون فيها ابتزاز، يكون فيها زعما يحوزوك كش ما يدي ولا المهم هذه. وعلاش انايا يعني على معرفتي الشخصيه فهمت باللي انه حنايا كدوله ما راهيش يعني ما عندهاش تاثير تاعها في الدول هادو الافريقيه. القصه باختصار هي واش صرا كي دخلنا من تنزانيا الى كينيا يعني على معبر حدودي الروت، كاع الجنسيات كنا دايرين لاشين باش نديروا الاجراءات هذوك الروتينيه، كاع الناس فاتوا كي لحقنا حنايا يعني شافوا الباسبور قال جزائري قال سنا وراه ريزيرفاسيون، بداو يديروا لونكات وكيفاش ومنا هي قلت له بلي عندي البي دروتور منا من 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 كينيا وعندي ريزيرفاسيون دونك تما راني اليز وعندي الفيزا، قال لي هذا الفيزا ما يعني ما يهمش يقدر لاجو ما يخليكش تدخل، تما ولات فيها نوع من الابتزاز. قال لي دخل واحد البيرو ثاني الداخل كانت فيها مرا هذيك شغل جابتها بتمسخير وتهضر في التليفون شغل ماهيش سامعه بينا. وحنايا صراحه في المواقف هادو ما نتوما هذه نصيحه في المواقف هادو كونوا يعني تكون لازم تكون عندكم بورة اعصاب، سي فري تحس روحك بواحد اللي نير تغير ديك عمرك تقول كيفاش كاع الناس فات غير حنايا واش كاين زعما يعني حاجه ماهي مخصوصه. هنايا ليسونسيال بدات تجي وتروح تجي اغوش ادروات، انايا درت روحي ما نسمعش كيما يقولوا من الاخر، هي باينه حكايتها رشوه الافا، مي انايا شغل جبتها تاع ما كانش ما دخلش معاه كاع في الموضوع هذا. ليسونسيال حنا بيت القصيد ماشي نحكي هذه الحكايه، بيت القصيد هي حنايا كجزائريين صراحه مازال ليماج تاعنا في افريقيا راهي ضعيفه يعني ما عندناش قوه ما عندناش تاثير، لانه الجنسيات الغربيه الاخرى ماشي على اساس الشخص على اساس الباسبور، كيمد الباسبور تاعو يشوفوا باسبور امريكا ولا اوروبيا ولا حتى قلت لكم جنسيات اخرى دي شينوا من كولومبيا من ارجنتين يعني هما كاع فاتوا، غير حنايا لي زالجيريا اجبد كوتي هادي وتمسخروا بيك ويجيبوا بيك الوقت، حتى البيس اللي رحنا فيه حتى نتعمر عاودوا طلعوا فيه وبداو يستناو فينا، ومن بعد حتى نجا هذاك الشوفور باش هضر معاه هكذا جوج كلمات منه وبعد قالت لي خلاص فوت. تسمى هنايا باش تعرفوا باللي ما كاش مشكل، مي البروبليم راهو في الباسبور. انا نتمنى هذا الميساج يلحق المسؤولين ويلحق كاع الناس، حنا ماذا بينا ليماج تاع الجزائر نسيو نخدموا عليها، وعلى الاقل يكون الجزائري كي يروح لكاش بلاد سواء افريقيا ولا اي دوله في العالم يكون بقيمته خوتنا. والسلام عليكم. فوالا الاخ هذا مواطن جزائري عادي ماهوش انسان تاع اللي حتى الهندام ديالو ماهوش تاع انسان اللي مشكوك فيه ولا باش توقفوا ولا باش ديروا ولا، لكن الجواز اللي حامله هو اللي يخليه يتعرض لهذه المضايقات ويتعرض لهذه الاهانه هذه جواز. نعم، وتزيد تشوف اليوم العصابه الحاكمه الجزائر هي تحرض الدول الأوروبية
على مراقبة الجواز الجزائري عند ناس اللي مش يعارضوها، يفضحوا هذا مكان، تخلوهم لازم يتحققوا في الجوازات، وكأن الجوازات اللي حاملينها راهي جوازات مزورة. شوف يعني وين وصلنا لهذه العصابة هذه. للأسف الأخبار بين تنزانيا وكينيا وكثار. أنا نذكر في نتكلموا من الواقع من باب التجربة، في سنة 1980 إلى 81 مشيت نعمل ريبورتاج على إثيوبيا، مشيت لأديس أبيبا. بالنسبة لأديس أبيبا تدخل الفيزا ديرو في المطار، يعني ما تمشيش غير الجواز الجزائري، كان قدره كان قيمته، انت تروح لسويسرا وتروح لبريطانيا بدون فيزا، تدخل فرنسا بدون فيزا، كل دول الاوروبيه تدخلها بدون فيزا. الحبشه دانين فيزا على الناس كامل لانه كان عندهم وضع خاص، وكان بالنسبه للجزائر قال الفيزا ديرو في المطار. وصلنا حنايا المطار باش ندير الفيزا، قال لك تخلص وي حنا عندنا الفرون فرونسي، لا من السعبيه بينا هو الفرنك الفرنسي. قال لك لا ما تقبلوش حنا الفرنك الفرنسي، يلزمك الدولار. ايوا ملي راح نجيب الدولار هنايا راني في زون الاخر انترناسيونال، مانيش قادر ندخل نصرف ولا ندخل. وبالصدفه كان نهار هذاك بعد سي عمر سي شايب، عمر سي شايب كان لاعب تاع مولود الجزائر، وكان ذاك الوقت كمل الفترة ديالو، وكان يخدم في رئيس اناس الشركة الوطنية للحديد والصلب. يعني صرا له نفس المشكل، لقينا واش قال لك هايدا يبي تشوفوا القدر اللي عند الجزائريين. واش قال لك يجوزوا ما تخلصوش الفيزا، ما خلصناش الفيزا. وما كان قادر يقولنا بون روحوا البنكة خلص صرف وعاود لنا بارك روح بس زارجينيا الحبشة هذه كان سببها بإثيوبيا. جاء أخرات قلت لك ما كانش تخلص، وهذا جاب في هذيك النعوج يقول لك احنا الفرون فرونسي ما نقبلوش. الفرون فرونسي كان عملة صعبة، كنا كي نخرجوا احنا ميسيون دايما نديرو الفرون فرونسي، يعني ما نديروش الدولار قليل ونديرو الدولار. شوف القدر اللي كان عنده الجواز الجزائري. وين ما نمشيو جواز جزائري راسك مرفوع، راسك مرفوع لما هو يوصل. هذا للأسف، لأنه بلاد هذه مشكور يراوي يحكم فيها عصابة تعرفوا بشت. أنا عديو لموضوع آخر يهم العصابة هذه، راح تدخل في كل شيء، راهي تدخل في كل شيء. الحديث عن كرة القدم الجزائرية وعودة أحد الوجوه البارزة وأحد رموز الفساد اللي هو محمد رواوا. تكلموا على هذا الموضوع بعد الجينجل، بعد الفاصل. الله أكبر، الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.